مختار بينام الساعة 9. انا خايف. لا ده مجدي هيصحى اقول ولا عادي ولا ايه؟ ولا هو مجدي نام اصلا وهيبتدي يصحى؟ مجدي ابتدى يصحى دلوقتي يعني، مجدي هيبدأ حياته دلوقتي. انا حافظه ومدول ساعتين. يعني هنحاول نكون ملتزمين يا كابتن عشان الهوا بس. احنا يعني بنتكلم على هدافين، واتكلمنا من فتره كده من شويه مع كابتن ناصر عباس عن هدفك مع انبي، هدف كاس مصر في الاتحاد السكندري. اعتقد ان ده كان اهم هدف في حياتك. دي حقيقة فعلا. انت عارف يا كابتن حميدة، ده كان أول بطولة بالنسبة لنا في MP والجيل بتاعنا كله. فالواحد فعلا أنا بعتبره بالنسبة لي كان أهم هدف في حياتي يعني. معاك كابتن بلال طبعا استمست عليه يعني. بلال كان لينا برضه مع بعض سنة كده كاملة، فضلنا نجري ورا بعض في التهديف. صح. بس أنت اتعورت في الموسم ده صح؟ يعني كان مجدي كنت أنا وهو بنلعب يعني عارف 6 وانا 5، انا 7 وهو 6، كانت الدنيا ماشيه زي بعضها في الموسم اللي انا خدت هداف. بس هو مجدي يعني ما حصلش نصيبه كامل الموسم. كبر فريق انا في الموسم ده. ما انا كنت سايبه بمزاجي، خلي بالك. ايه؟ انا كنت سايبه بمزاجي. هو عبد الحميد برضه اللي كان بيخلص عليا. طبعا انا ولا عمرو زكي؟ وسيد عبد العيم. لا عمرو زكي كان اقوى واحد فينا. ده حقيقي. كابتن مجدي قول لي، شايف الازمه التهديفيه او قله المهاجمين الهدافين المفروض ان هم يبقوا داعم لمنتخب مصر، شايف الموضوع ده ازاي؟ ولا شايف ان في فروده مظلومه المفروض تروح منتخب مصر؟ قول لي وجهه نظرك في الموضوع ده تحديدا. لا والله بص يا كابتن حميد، هو الموضوع ان في فروده في مصر، في فروده في مصر، فروده كتير قوي ومميزين جدا. بس للاسف احنا داخلين على مرحله مهمه جدا في تاريخنا، في تاريخنا الكروي يعني، اللي هي كاس العالم. وللاسف برضو ان معظم المهاجمين دول يا بعاد جدا عن مستواهم، حاله غريبه جدا، يا في مصابين. يعني عندك لعيبه المفروض ان هي كانت ماشيه بشكل كويس زي مروان محسن، عندك لعيبه كانت المفروض اساسيه في منتخب مصر زي باسم، لكن طبعا بعيده جدا عن مستواها. عمرو جمال كان قعد فتره كبيره جدا ماشي بشكل كويس، وبرده بعد الاصابه ما قدرش يرجع لعمرو جمال اللي كان بادي مع النادي الاهلي. كوكا و في مين تاني يعني، في هدافين كتير كانوا موجودين في الدوري المصري، لكن للاسف الفتره دي في حاله عايز اقول فتور في المستوى كده بالنسبه لهم وبعد عن مستواهم، وده مأثر كبير جدا على المركز ده في منتخب مصر. يعني في مهاجمين المفروض ان هم جايين من يعني ما انضموش قبل كده للمنتخب او انضموا في فترات سابقه يعني، لكن اعتقد السياسه او السيستم اللي ماشي عليه مستر كوبر ان هو يعني فكره ان هو يضم حد في الفتره دي اعتقد ان هي مش هتبقى بسهوله يعني. هو قافل على المجموعه اللي كانت معاه في التصفيات، وهيدخل يمكن عناصر بس بسيطه، وللاسف ان ما فيش من العناصر دي فراوده ومميزين. يمكن خالد قمر الحمد لله يعني الفتره اللي فاتت دي ماشي بشكل كويس جدا. احمد علي برضو في المقاولين ماشي بشكل كويس، لكن بقى له ماتشين كده ما بيهدفش. لكن فكره او سياسه مستر كوبر ان هو يضم حد ما انضمش معاه قبل كده او دخل معاه في الفتره اللي فاتت دي ورده بالنسبه له او لا، دي اعتقد اختياراته هو. على الرغم ان انا برضو بحترم فيه جدا ان الناس اللي تعبت معاه جدا في التصفيات ووصلته للمرحله دي هي اللي يبقى لها الاحق في الفتره دي، لكن برضو مع ذلك لازم يبص برضو لان المركز ده مهم جدا بالنسبه لنا، وهو جرب قبل كده فكره الشادو سترايكر او المهاجم الوهمي ده وما نفعتش معانا في صلاح او في كهربا. فلازم يبقى عندك فروت تقدر تعول عليه في ان انت تطلع عليه بالهجمه من تحت، او يبقى محطه بالنسبه لك تحطر عليه وياخد من في ظهره صلاح او تريزيجيه او اللعيبه اللي عندها سرعات. طب لو انت مع مستر كوبر يا مجدي وقال لك عايزين نبدا بفرود صريح، هتقول له مين؟ والله كابتن ميدو انا يعني في دلوقتي ما انا بقول لك للاسف ان الدوري حاليا انا برضه ما اقدرش اغامر واضم حد. لا خلينا في الموجودين، خلينا في الموجودين. الموجودين انا بالنسبه لنا لو انا كمدرب انا واحد من ثلاثه. احمد علي المقاولين، خالد قمر الانتاج الحربي، وفي ثروت لو خد ثقه وخد فرصه اعتقد ان هو ممكن يبقى حاله برضه في منتخب مصر، مصطفى محمد بتاع طنطا. مصطفى محمد.
تمام. بس اللعيبه دي عايزه ماتشات كتير جدا يا كابتن ميدو قبل قبل المونديال، وتاخد برضه الصبغه الدوليه ان هي تبقى موجوده في وسط المجموعه دي وتتعود على فكره وطريقه كابتن مستر كوبر. لكن هو ادرى بالتاكيد باختياراته وبيتابع بشكل كويس كمان، يعني دي حاجه برضه انا بشوفها حاجه مهمه بالنسبه له، بيحضر معظم مباريات الدوري وبيتفرج على الفراوده. لو شايف ان دي بالنسبه له ممكن تبقى حاجه مهمه او نقطه فارقه معاه، يعني لازم ياخد فلوس من النوعيه دي. تمام. انا حاسس ان صوتك كده مش عارف، صوتك مش حاسس ان هو موضوع نوم ولا خايف من ماتش الاهلي اللي جاي. حسيت صوت الكلام بيطلع منك كده متقطع، انا مش عادتك دي. انت ما جبتش سيره ماتش الاهلي خالص. لا انا بقول لك انا يعني لا بفكر. لا والله، لا والله فعلا صاحي من النوم. لكن مباراه الاهلي بما انك تفرغت الموضوع، يعني ماتش الاهلي بالنسبه لنا ماتش مهم جدا. النادي الاهلي واصل لمرحله من الاستقرار ومن ثبات المستوى ومن كمان الفورمه بالنسبه لمعظم لاعبيه، وصل لمرحله هايله جدا. بالتاكيد احنا خلصنا من مباراه الاسيوطي امبارح، والكابتن ابتدى يتكلم في مباراه الاهلي النهارده. المشكله بس يا كابتن ميدو ان احنا لاعبين ثلاث مباريات في ثمان ايام. ده عامل حمل بدني وذهني ونفسي على اللعيبه بشكل كبير جدا. والاكثر صعوبه في الموضوع ان انت الماتش الثالث هو اعلى ماتش بالظبط في الثلاث مباريات، هو تمام النادي الاهلي. هو النادي الاهلي عنده جاهزيه ما شاء الله في اللعيبه، وعنده كمان الدكه بالنسبه له اتقل. احنا برضو اللعيبه عندنا انت بتتحرك في 15 16 لعيب، 18 اللي موجودين معاك هم اللي ممكن تعول عليهم، تدخل واحد من بره او من جوه تقدر تلعب في التشكيل. لكن ما عندناش الامكانيه في ان احنا نغير فريق كامل ونقدر نلعب بفريق ثاني زي النادي الاهلي. فهي اكيد هتبقى مباراه صعبه جدا، لكن ان شاء الله باذن الله نعمل مباراه كويسه ونقدر نخرج بنتيجه باذن الله ايجابيه، لان احنا محتاجين برضو ان احنا نعدي سلسله المباريات دي باكبر كم من البلاط. يعني اكيد يا كابتن مجدي كل التوفيق ليك وكل التوفيق للكابتن مختار، عاملين نتائج ولا اروع ان شاء الله. كل التوفيق ليكم في الفتره المقبله يا كابتن مجدي عبد العاطي المدرب العام للنادي الحربي. شكرا جدا ليك. قول لي، نسيت اقول لك الحمد لله على السلامه. بس يعني انا كنت سايب فراغ كبير في القاهره الفتره اللي فاتت. ربنا يخليك كابتن مجدي. انا مش عايز اتكلم بس عشان على الهوا. شكرا يا كابتن مجدي. اتكلم.